على كومبي وذهبت إلى رمية جانبية 17 سنة فقط كومبي تحت 21 سنة قابل هندوراس تحت 21 سنة وقابل أوزبكستان وقابل كوريا الجنوبية أيضا في بطولة كرة إلى الأمام الآن بدأ منقولة خطيرة كاميرونية وفرصة لكن التغطية من جانب حارس المرمى بشكل ممتاز في اللقطة الماضية زوا كاد أن يسجل هدف التعادل لمنتخب الكاميرون بعد فرصة ثمينة على مستوى المنتخبات آسيان منتخبات نادي يونيون دولا الكاميروني 17 سنة يمثل منتخب الكاميرون لاعب اللي يملك الكرة الآن يمرر ممتازة إلى زوا محاولة تمرير تغطية موجودة والكرة تصل إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية مرة أخرى من الطرف الأيسر عند كومبي يلعب الكرة لكلينتون كلينتونية عرضية من كومبي خطيرة كاميرونية بالرأس لكن حارس المرمى يتدخل موكانجو غير اتجاهه موكانجو من اليمين الى اليسار كرة عند اينو مرة إينو تغطية موجودة عليه مرر لكومبي يحاول المرور كومبي من جانب المنتخب الكاميروني الآن تمريرة وصلت لإينو لكومبي كومبي أمامية ممتازة خطيرة على مرمى تايلاند لا شيء تصل كرة سريعة محاولة مرور وعرضية خطيرة المنتخب التايلاندي نقل كرة إلى الأمام ممتازة لكن أيضا التغطية موجودة تعود لمصلحة المنتخب الكاميروني انطلاقة ومرور على أقل تقدير تسجيل الهدف قبل التفكير بالهدف الثاني في شوط مباراة الأول لكن التغطية حاضرة الآن وحكم المباراة يشير إلى رمية جانبية وضربة زاوية لمصلحة المنتخب الكاميروني زاوية للكاميرون يعني لا أصبحت صعبة على المنتخب الملعب إلى ضربة زاوية